السلام عليكم، معاكم علي. احنا بمبنى واحد، الدور الارضي راح تلقون فيه المسرح، وبالسرداب راح تلقون المكتبه، بالدور الاول راح تلقون الوايت زون. الوايت زون هي قاعه استراحه مخصصه للطلبه، والقاعات الدراسيه بمبنى واحد راح تلقونهم موجودين بالسرداب وبالدور الارضي وبالدور الاول. هاي أنا زينب، واليوم إحنا متواجدين بمبنى 2. المبنى يشمل مطاعم وكافيهات كلنا نحبها، مثل ستاربكس، ترولي، دانكن دونتس، كافتيريا الضاحية، بيك، مو، بالإضافة إلى التيوترينج سنتر حق الطلبة اللي محتاجين تقوية. تدرون؟ عندنا AU كلينيك. السلام عليكم، معكم فاطمة. حالياً أنا بمبنى 3، ومبنى 3 فيه الكلاسات وفيه الوركشوب. السلام عليكم، معكم عبد الوهاب. احنا الحين متواجدين في مبنى 3B. هذا المبنى يتكون من 3 ادوار وسرداب. راح اخلي جزء السرداب حق اخر شيء لانه اونس شيء. اما الدور الارضي والاول والثاني فعباره عن قاعات دراسيه. الدور الثالث فتلقون فيه قسم الانشطه الطلابيه اللي تقدرون تشتركون فيه وتنمون فيه مهاراتكم. وفي بعد قسم صعوبه التعلم. اما السرداب فيحتوي على اورنج زون وبلو زون اللي هي اماكن لاستراحه الطلاب والطالبات. الجامعه موفره لكم فيها اجهزه للتسليه. هاي، معاكم اطياب. انا الحين في مبنى 4 اللي متخصص حق طلبه الهندسه. انا الحين في الدور الارضي. الدور الارضي يتكون من لابس and workshops. وغير المطاعم والكافيهات اللي عندنا اياهم مبنى 2، عندنا بهالمبنى سكند كاب كافيه. يعطيكم العافيه، معكم عبد الوهاب، وانا حاليا في مبنى رقم 6. مثل ما انتم شايفين المبنى مخصص حق كليه الطيران. بهالمبنى تلاقون طيارتنا والقاعات الدراسية والسيميوليتر. يعطيكم العافية، أنا فهد. أنا حالياً موجود ملاعب جامعة الأسترالية. الملاعب اللي عندنا كرة السلة والطائرة والتنس. أما للبوابات عندنا 3 بوابات، بوابة رقم 2 و3 مخصصة للطلبة. أما بوابة رقم 1 مخصصة للموظفين والزوار.